أهم آية في الكتاب في العهد القديم في اعتقادي مزمور 85 وعدد 10. عارفين بتقول إيه الآية دي؟ عن الصليب: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. عارفين معناته إيه؟ رحمة وحق. الحق بيقول لنا في حق، والحق جه للأرض وأعلن الحق، والحق بيتكلم عن نفسه، هذا هو الإله، هذا هو الحق الحقيقي. وإيه تاني؟ والحياة الأبدية. فعشان كده يا جماعة بعلن الحق، بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. عشان كده هذه هي الحياة الأبدية، بيقولها في يوحنا 17 إيه؟ أن يعرفوك، أن يعرفوك أنت الإلهي، الإلهي الحقيقي. اسمحوا لي أقول كلمة أوضحها هنا. الحقيقي هنا يعني القانوني، الحقيقي يعني الإله الوحيد الشرعي، لأن في ناس كتير عندها إله وآلهة كثيرة جدا، لكن ده الإله الحقيقي. فالمعرفة للإله الحقيقي، الإله الحق، الإله الشرعي، الإله القانوني، تدي الحياة الأبدية. هذه هي الحياة الأبدية.